مجلس التعاون العربي عندما أنشئ بمنطلقات محددة وببرنامج محدد وافقت عليه الدول الأربع، هدفه الأساسي هو التعاون فيما بينها وليس تعارض مع مجلس التعاون الخليجي. لم تكن في وزارة الخارجية دائرة إعلامية، كنت ضد الحرب حتى أعلن الانفصال، انتهى الإشكال. وقتها إذا كلفت أنا بالحرب أسأل من أجل الوحدة، لابد أن تنشط الدبلوماسية اليمنية في الخارج لتعميق التواصل مع دول الاعتماد، عملية المتابعة لأي اتفاقات، لأي مثلا لجان مشتركة ما يسفر عنها، لابد أن يكون هناك متابعة جادة. ماذا تعمل البعثات؟ هل هي بعثات نشطة في مجالها الدبلوماسي في علاقاتها مع الدول دولة الاعتماد؟ وورثنا من اللي قبلنا ديون متراكمة على البعثة لصالح الجامعات العمانية. لا تعتقد أن كل الكوبيين مؤيدين للحكومة الكوبية، لا، يمكن 10%. الأحداث التي تشهدها الآن المنطقة العربية بسبب ماذا؟ بسبب العامل الخارجي. السفير أحمد أمين محمد زنجان ولد في مدينة الحديدة في العام 1944، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد في العام 1968، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية، حاصل على دورة في المجال الدبلوماسي في بيروت والقاهرة والمغرب وإيطاليا. في العام 1973 عين في بعثة الجمهورية اليمنية في براغ. في العام 1977 عاد للعمل بديوان وزارة الخارجية في الإدارة العامة للشؤون السياسية كرئيس للدائرة الأجنبية، ثم رئيس للدائرة العربية ونائبا لرئيس الإدارة، ثم مديرا للإدارة العامة للشؤون السياسية بالوكالة. في العام 1979 عين مستشارا ومسؤولا ثانيا للبعثة اليمنية في روما. في العام 1985 عين مستشارا للبعثة اليمنية لدى دولة قطر، ثم رقي إلى درجة وزير مفوض. وفي العام 1989 عين مديرا لدائرة مجلس التعاون العربي في الإدارة العامة للوطن العربي. وفي العام 1990 رقي إلى درجة سفير وعين رئيسا للدائرة الإعلامية. في العام 2002 عين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوبا، كما عين سفيرا غير مقيم لدى جمهورية البرازيل الاتحادية في نفس الفترة. في العام 2006 عاد للعمل بديوان وزارة الخارجية وعين رئيسا لدائرة الرقابة والتفتيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البدء أشكر التلفزيون اليمني اليوم على هذه المبادرة الجيدة، وأشكر الزملاء جميعا الذين يقومون بهذا العمل المهم والمهني والرائع. وأود أن أقول أنني درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد تخصص علوم سياسية، وتخرجت في سنة 1968، وقدمت إلى وزارة الخارجية في نفس العام، وقبلت بعد أحداث أغسطس سنة 1968، والتحقت بالوزارة في الإدارة العامة للشؤون السياسية. طبعا في العمل في وزارة الخارجية في الإدارة العامة للشؤون السياسية يتطلب معرفة أكاديمية، ويتطلب ذكاء، ويتطلب مهنية، والحمد لله وفقت في هذا المجال واكتسبت خبرة جيدة في إعداد التقارير السياسية والاقتصادية والثقافية، وهذا جعلني أحظى برضا قيادة الوزارة في مختلف الفترات التي عملت بها. وظليت أعمل في وزارة الخارجية بالإدارة العامة للشؤون السياسية حتى عام 1973، وطبعا في العام 1972
قدمت تقريرا شاملا عن موجودات الجمهورية الصينية الشعبية وعن العلاقات اليمنية الصينية. هذا التقرير يعني كان نموذجيا وشاملا، مما دفع بوزير الخارجية آنذاك الأستاذ محسن العيني، قال قولة جميلة أعتز بها، أنه لو توفر لنا 10 أشخاص في وزارة خارجية من هذا النوع لا كانت هناك وزارة خارجية متكاملة. وبالفعل اصطحبوني معهم في الوفد الذي ذهب إلى كوريا الشمالية وإلى الصين جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم إلى موسكو إلى الاتحاد السوفيتي. ثم وقبل ذلك أيضا قدمت تقريرا عندما قامت الثورة في ليبيا، وكان وقتها وزير الخارجية الأستاذ أحمد قائد بركات، وهذا التقرير عن الثورة الليبية وعن ليبيا، وفي نفس الوقت عن إمكانية إقامة علاقات جيدة مع قادة الثورة في ليبيا. وبالفعل ذهب وفد برئاسة الأخ وزير الخارجية الأستاذ أحمد قائد بركات إلى ليبيا لتهنئة الذين قاموا بالثورة الليبية في ذلك الوقت سنة 1969. وثم عينت بعد فترة طويلة طبعا في من وزارة الخارجية لك سكرتير أول في سفارة الجمهورية العربية اليمنية في براغ، وقضيت في براغ 4 سنوات. وطبعا كانت العلاقة اليمنية التشيكوسلوفاكية علاقة جيدة، وتتمركز بدرجة أساسية في المجال الثقافي، حيث كان يتواجد في جمهورية التشيكوسلوفاكية أعداد لا بأس بها من الطلبة اليمنيين من الجمهورية العربية اليمنية ومن المناطق الجنوبية، أيضا من المحافظات الجنوبية، وكانت تجمع بينهم رابطة واحدة سواء كانوا شماليين أو جنوبيين. في ذلك الوقت طبعا كان الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي هو الذي يحكم ذلك الوقت، وطبعا معروف عن تشيكوسلوفاكيا أنه يعني دخلت القرن 15 الثورة الصناعية مثل غرب أوروبا، ولكن نتيجة أنها دخلت ضمن إطار الاتحاد السوفيتي لم تتطور الصناعة فيها بشكل كامل. موجودة الصناعة، كانت موجودة فيها صناعات متعددة في كل المجالات، وكان في علاقات في هذا المجال، أنا أتذكر في علاقات اقتصادية، بعض التجار يشترون بعض الأشياء من الجمهورية التشيكوسلوفاكية. الحياة كانت فيها طبيعية، والحياة المعيشية أيضا جيدة جدا، هي أفضل دولة اشتراكية هي وألمانيا الديمقراطية من الدول الاشتراكية الأخرى. لم تكن هناك معارضة واضحة في ذلك الوقت للحكم الشمولي اللي كان موجود، ومن ثم لم تظهر، لأنه كثير من الأشياء الناس كلهم يشتغلون، بالعكس كان هناك نقص في اليد العاملة في تشيكوسلوفاكيا، ولذا كانوا يأتون بالعمالة من بولندا لتغطي العجز في مجال العمالة في تشيكوسلوفاكيا. وكانت الحياة طبيعية وعادية، والناس كلهم تقريبا يعملون، وظروفهم المعيشية جيدة في ذلك الوقت. في تلك الفترة عندما كنت أعمل في السفارة كنت مسؤول عن الشؤون المالية والقنصلية، وكان السفراء الذين عملوا بها الأخ السفير بن إبراهيم الذي بعد المصالحة اليمنية بين الجمهوريين والملكيين كان هو عينه هناك سفير لفترة معينة، ثم جاء بعده الأستاذ يحيى الأرياني ابن القاضي عبد الرحمن الأرياني، ثم جاء أيضا الأستاذ علي الخضر كسفراء، في بعدين كان الأخ أحمد المتوكل كقائم بأعمال كما قلت لك. ثم عدت إلى صنعاء، وأيضا عملي كان في الإدارة العامة للشؤون السياسية.
ثم بعد قضيت فترة في دار العمل الشؤون السياسية في العمل في الوزارة الخارجية، أينت من جديد في إيطاليا المحطة الثانية، أعتقد أنها كانت إيطاليا، وكان وقتها عين سفير الأخ المرحوم عبد الله بركات، كان سفيرا للجمهورية اليمنية هناك في إيطاليا، وأنا كنت أيضا مسؤول الشؤون القنصلية والشخصية الثانية تقريبا، وكان جلس فترة ثم نقل للعمل في دمشق، ثم جاء بعده الأستاذ عبد الله الضبي كان كسفيرا أيضا هناك. فأربع سنوات تقريبا قضينا في إيطاليا. طبعا معروف إيطاليا أنها تتمتع بزخم حضاري كبير جدا، كذلك تشيكوسلوفاكيا عندها زخم حضاري كبير جدا، وكانت الحياة معقولة فيها. الآن طبعا الحياة صعبة في أوروبا كلها، والعلاقات أيضا تدور حول العلاقات الثقافية والعلاقات الاقتصادية، وتعاون بين الدولتين في مجالات معينة كما هو الحال بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا. طبعا العلاقات اليمنية الإيطالية قديمة، يعني أنتم تتذكرون أنها بدأت عندما زار الإمام أحمد روما فترة معينة، جلس فيها فترة، بدأت العلاقة من هناك في هذه الفترة. بالنسبة للجمهورية العربية اليمنية كانت العلاقة جيدة، يعني سواء كان بالنسبة على الصعيد السياسي أو على الصعيد الثقافي والصعيد الاقتصادي. وأتذكر أنه حصلت حادثة وأنا موجود هناك مسؤول قنصلي، كان بعض الأخوان الذين يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية من العاملين هناك يعني ارتكبوا بعض الأخطاء، و يعني اقتادوهم إلى المعتقل، ثم دخلنا معهم في قضية المحاكمة إلى آخره، ثم تدخل الرئيس في ذلك الوقت واتصال مباشر بالرئيس الإيطالي وتم الإفراج عنهم. فالعلاقات كانت جيدة حقيقة، يعني على هذا الصعيد على مختلف الصعود. الإشكالية عادة، يعني الإشكالية إذا هناك إشكالية في العلاقات الدبلوماسية أو في العلاقات بين الدول، في مصالح متبادلة، يعني إذا ما إيطاليا عندها مصلحة معينة من اليمن أيضا تكون العلاقات في إطار معين جيدة، وهي تبادل منافع، لأنه أنت في معترك في يعني السياسات الخارجية كل دولة لها مصالح معينة ومحددة، وتريد أن تحقق هذه المصالح في مجال في علاقاتها مع الدول الأخرى، هذا شيء طبيعي. فمن ثم العلاقات في وقتها يعني ذلك الوقت كانت جيدة وفي مجالات معينة، وطبعا في استعداد كان للتطوير وتطوير هذه العلاقات في أي بلد، إنما يعود بدرجة أساسية إلى مسألة في غاية الأهمية تتطلب عملية المتابعة لأي اتفاقات، لأي مثلا لجان مشتركة ما يسفر عنها، لابد أن يكون هناك متابعة جادة من قبل الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية، في بحيث أن تشكل لجنة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعلاقاتها مع هذه الدولة تلك، ويتم مراجعة ومتابعة الأشياء التي اتفق عليها والتي ينبغي تنفيذها. إذا ما تم بالفعل مثل هذا سيكون ذلك مدعاة لتطوير لاحق للعلاقات بين هذه بين اليمن وهذه الدولة أو تلك في العلاقات الدولية أو في العلاقات الدبلوماسية أو السياسية. سياسة الجمهورية اليمنية في تلك الحقبة وما قبلها أيضا كانت محددة، قائمة على أسس واضحة، يعني لا ينبغي أن لا يمكن الابتعاد عنها، بغض النظر عن كان رئيس جمهورية سابق وجاء رئيس جمهورية لاحق، لكن في ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية الجمهورية العربية اليمنية ومن ثم الجمهورية اليمنية، ثوابت في السياسة الخارجية. هذه الثوابت لابد من أن تكون في عين كل دبلوماسي يعمل أو سياسي يعمل سواء كان على المستوى الداخل أو الخارج، ولا يحيد عنها،
والهدف من وراء العلاقات كما قلت لك هي تحقيق أفضل مصلحة للجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية في مجالات قلت لك الاقتصاد والثقافة والجانب السياسي أيضا، لأنه العلاقات بين الدول لا تنشأ لمجرد النزهة أو للترف، لا، الهدف من وراء إنشائها هو أن تحصل البلد أو يحصل البلد على مردود سياسي واقتصادي وثقافي. وأما بالنسبة للأهداف المرسومة من قبل الجمهورية العربية اليمنية فهي كانت أهداف محددة وبالتالي لا يمكن تجاوزها. العمل في المجال السياسي والدبلوماسي في الخارج في إطار من هذه الأهداف وهذه الثوابت، فما في فروق كبيرة. كل ما في أنه العهد الجديد طبعا رعى هذه الأهداف وعمل على تطويرها وعلى أنها تكون واقع ملموس في الحياة السياسية والدبلوماسية. في ذلك الوقت يعني في ذلك التاريخ كان في إعداد من قبل الإدارة العامة ومن قبل وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى لعقد مؤتمر أو المؤتمر الأول بالنسبة لنا لوزارة خارجية الدول الإسلامية في صنعاء. وكانت هناك لجنة عامة ولجان خاصة. لجنة عامة تشمل الجانب السياسي والإداري والأمني إلى آخره، ولجان خاصة في كل وزارة والمالي أيضا. فأنا كلفت في ذلك في قبل المؤتمر بإعداد السكرتارية، أتذكر هذا تماما، السكرتارية التي مهمتها أو مهامها طبع الوثائق تصدر من المؤتمر وتوزيعها في القاعات. كان عندنا 3 قاعات تقريبا، القاعة الأساسية كان في نادي الشرطة والقاعتين الأخريين في نادي الضباط، برضو في القاعة في كلية الشرطة كان اللجنة السياسية بالإضافة إلى اللجنة العامة اللي فيها رؤساء الوفود، وفي نادي الشرطة كان اللجنة المالية واللجنة الثقافية، اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة الثقافية. واستعنت أنا بمجموعة كبيرة حوالي 100 عنصر من المعسكر الذي كان موجود في همدان يستقبل فيه الإعداد الذي مكلفين بالدخول العمل العسكري المؤقت لمدة عام تقريبا أو شيء، فاستفدنا منهم ودربناهم. وكان في دوريات 3 مثلا إلى آخر في الصباح وفي الظهر وفي المساء، وكان هذا اللي قاموا بأعمال بشكل ممتاز وجيد ورائع، ونجحت السكرتارية التي كنت أنا مسؤول عنها نجاحا كبيرا جدا. وكل موجودات المؤتمر أو الإعداد للمؤتمر كان ناجحا إلى أقصى درجة، سواء اللجنة الأمنية أو اللجنة التنظيمية أو مشاركة الفعلية، وكان أظن الذي يرأس الاجتماعات الأستاذ محسن العيني في الجانب في اللجنة السياسية في اللجنة السياسية وقتها. هذه أبرز نقطة في هذا في النشاط، مش فقط على مستوى الداخل ولكن على مستوى الخارج. طبعا الإدارة العامة للشؤون السياسية موزعة إلى إدارة مثلا شرق أوروبا، الإدارة شمال أفريقيا والوطن العربي وأفريقيا مثلا وآسيا، وكل إدارة من الإدارة، لأنه في إدارة أجنبية وفي إدارة عربية. الإدارة العربية مسؤولة عن الوطن العربي بشكل عام بما فيه الجامعة إلى آخره، والإدارة الأجنبية كل الدول في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكتين مسؤولة عنها، وتتابع يعني مسار العلاقات الثنائية وأداء السلك الدبلوماسي في الخارج، وتقدم تقارير يعني دورية وشهرية كان عن كل موجودات كل دولة من الدول التي معنا علاقات معها، سواء كان الموجودات الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية أو الأحزاب الموجودة فيها أو القدرات الاقتصادية، لكي يكون أمام ناظري السلك الدبلوماسي معرفة كاملة بالدولة التي يعمل بها وكيف يستطيع أن يقيم علاقات مع المرتكزات الأساسية الموجودة في هذه الدولة أو تلك. أثناء عملي في السفارة في روما
أيضا حدث كبير بالنسبة للاتحاد السوفيتي، توفي بريجنيف، وكان الرئيس قد ذهب إلى موسكو للتعزية، وبعد ما قام بهذه المهمة عاد عن طريق روما، وجلس في روما تقريبا أو استمر فيما يوم أو يومين، ومن ثم عاد لليمن، وكان ذلك يعتبر مؤشر كبير جدا لطبيعة العلاقات بين الجمهورية العربية اليمنية وإيطاليا. وطبعا هذه الزيارة كان لها مردود إيجابي على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. في عام 85 عينت في قطر في السفارة للجمهورية العربية اليمنية بقطر، و يعني كانت العلاقة بدرجة أساسية تكون في الجانب الثقافي والسياسي، الثقافي والسياسي. وتوجد جالية يمنية كبيرة هناك في قطر من المحافظة الشمالية ومن المحافظات الجنوبية، وبينهم علاقات جيدة، ما فيش أي، ليس هناك أي تنافر أو إشكالات بين أبناء اليمن الواحد، ويعملون في أعمال جيدة. وأنا أتذكر أحد المسؤولين القطريين الكبار قال قولة ممتازة جدا، أنه ليست هناك أي إشكالية مع الجالية اليمنية، وأنه ملفاتها كلها نظيفة. وكانت كان كان كانوا يعملون في مجالات حساسة، في صيانة الطائرات، في الجهاز الأمن السياسي، في الجيش في قطر. وبالفعل كان جالية على مستوى رائع من السلوك الممتاز حقيقة. ومن ثم كانت العلاقات مع دولة قطر علاقات جيدة، وكان الأمير الحالي كان ولي عهد، ونظرته بالنسبة لليمني كانت أيضا جيدة. وكثير من الأخوان اليمنيين أيضا تجنسوا إلى الجنسية القطرية، ومن ثم عملت السفارة بقدر المستطاع على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الممكنة، لأنه الشيء المعروف والمتعارف عليه في العمل الدبلوماسي أن السياسة فن الممكن، الشيء الذي يمكن أن يطور العلاقة بين البلدين السفارة تعمل على ضوءه. وفي نقطة مهمة يمكن يكون هذا مجالها، اللي هو عمل الموظف السلك الدبلوماسي كله في الخارج أو في الداخل، ليس عملا ترفيا ولا عملا بروتوكوليا، ولكنه عمل يهدف بدرجة أساسية لرعاية مصالح الجمهورية اليمنية الحيوية في هذا البلد أو ذاك البلد، ويعمل بشكل جاد ودؤوب من أجل تطوير العلاقات الثنائية، وليس فقط الجلوس في هذا البلد أو في هذا البلد للاستفادة من ميزات مادية إلى آخر، لا، الهدف الأساسي من وجود أي بعثة في أي بلد هو تطوير العلاقات الثنائية والحفاظ على مصالح الجمهورية اليمنية الحيوية، سواء كانوا مغتربين أو طلبة أو مصالح اقتصادية أو ثقافية أو سياسية. في قطر طبعا حصلت أحداث 86 في الجنوب، أعتقد أحداث 86 في الجنوب 13 يناير وانعكاساتها، لكن ما كانش لها أي انعكاسات على مكونات البعثة هناك أو الجالية اليمنية اللي موجودة هنا، لم يكن أي انعكاس يحدث تنافر أو مشاكل تحصل بينهم أبدا، لم يكن هناك أي شيء، وكانت المسألة محصورة في المناطق الجنوبية أو المحافظات الجنوبية فقط. لم تكن هناك سفارة في قطر لليمن الديمقراطية، ما كانت هناك سفارة أبدا. نشأت سفارة لهم في تشيكوسلوفاكيا في الفترة الأخيرة، يعني حوالي 76 بدأوا ينشئوا سفارة في تشيكوسلوفاكيا، لكن في قطر لم تكن لهم سفارة، في إيطاليا لم تكن لهم سفارة، كان معهم مندوب في الفاو. أنا ما تعرضناش لقضية الفاو في، لأن الفاو مهمة جدا في دور السفارة في 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 إيطاليا، لأنه كان في مندوب من وزارة الزراعة في الفاو، و يعني هناك مؤتمرات دائما تحضرها السفارة في الفاو
لأنه منظمة الأمم المتحدة الفاو لها دور كبير جدا في المجال الزراعي بدرجة أساسية. علاقة التعاون بين اليمن والفاو تشمل الجوانب الزراعية بدرجة أساسية. تشمل الجوانب الزراعية بدرجة أساسية والتقنية في هذا المجال ومساعدة الجمهورية اليمنية أو الجمهورية العربية في هذا المجال في مجال الزراعة بدرجة أساسية، وفي نفس الوقت إذا في مساعدات عينية تقدم للجمهورية العربية اليمن وفيما بعد الجمهورية اليمنية. فكانت العلاقة مهمة جدا بالنسبة للفاو، وكان حضور اليمن فيها مشهود، وأدى هذا الحضور إلى نتائج ملموسة. في عام 89 طبعا كان تسلمت العمل وبدأنا ننشط في هذا المجال، ونتواصل مع الإدارة المعنية في كل من الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وهذا التواصل المستمر مع هذه الإدارات طبعا قائم على كيفية التعاون في مجال التي الذي حددته الأنظمة والمنطلقات لهذا المجلس. ثم فيما بعد عقدت اجتماعات كثيرة، أظن اجتماع كان يرأسه الأستاذ عبد العزيز عبد الله رئيس الوزراء وقتها، حضر في بغداد، واجتماع لكبار موظفين في الأردن حصل للأردن الاجتماع الكبار، وكان أيضا في بغداد أيضا الاجتماعات هذه اللي تمت، وكانت تناقش المنطلقات الأساسية وكيف تطوير الاتحاد في مجالات التعاون بين الدول الأربع في كافة المجالات. ولكن كانت هناك في عوائق داخلية وعوائق خارجية. كان ذلك الوقت اليمن مرتبطة بمجلس التعاون العربي، ولا شك أنه الشيء الطبيعي أن تكون اليمن موجودة في المجلس التعاون الخليجي، لأنه الجزيرة العربية وشبه الجزيرة العربية تجمع هذه الدول جميعها. مجلس التعاون العربي عندما أنشئ بمنطلقات محددة وببرنامج محدد وافقت عليه الدول الأربع، هدفه الأساسي هو التعاون فيما بينها وليس تعارض مع مجلس التعاون الخليجي. ليس هناك من تعارض، ولكن منظمة عربية في إطار الجامعة العربية تخلق مجالات أوسع للتعاون بين الدول الأربع وفي نفس الوقت تكون سياستها الخارجية منسقة، السياسة الخارجية التعامل مع العالم الخارجي فيه تنسيق كبير بين الدول الأربع في المجال السياسي، وفي نفس الوقت يستفيدوا من التعاون بين هذه الدول في المجال الاقتصادي والثقافي في داخل هذه المجموعة اللي هو مجلس التعاون العربي. يمكن يلمس المرء المحلل أن ذلك بالتأكيد سيتكون له انعكاسات على أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يكون له موقف معين، ما في شك. بس كان في أيضا عامل خارجي يسعى إلى أن لا يتطور هذا مجلس التعاون العربي، أن لا يتطور. الأحداث التي تشهدها الآن المنطقة العربية بسبب ماذا؟ بسبب العامل الخارجي. العامل الخارجي المتمثل في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما في شك في ذلك. والآن واضح في الوطن العربي هذا العامل الخارجي والمشاكل الموجودة في الوطن العربي ملموسة وواضحة، ما يمكنش أبدا الواحد يغفل عنها. أنا بالفعل في عام 90 رقيت إلى درجة سفير وعينت رئيسا للدائرة الإعلامية. لم تكن في وزارة الخارجية دائرة إعلامية، يمكن كان في المحافظة الجنوبية في دائرة إعلامية، لكن في المحافظة الشمالية لم تكن وزارة الخارجية دائرة إعلامية، وإنما يندرج الإعلام في مثلا الإدارة العامة للشؤون السياسية، يندرج الإعلام ضمنها. في هذه الإدارة حقيقة لعبت دورا كبيرا في المجال الإعلامي في وزارة الخارجية مع البعثات، وأصدرنا 3 نشرات. نشرة نسميها الرأي، وهي هذه تتطلب أن تعرض على وزير الخارجية، ونشرة أخرى متابعة لما ينشر عن الجمهورية اليمنية،
ونشرة ثالثة مكرسة لرؤساء الدوائر في داخل وزارة الخارجية، وبجهود ذاتية بآلة تصوير عندنا وبموظفين نشيطين في داخل الإدارة. وكلفت أيضا يعني بحضور مؤتمر عدم الانحياز في أندلسيا وقتها، حضور مؤتمر عدم الانحياز عام 1994 أعتقد في اندونيسيا، مؤتمر عدم الانحياز، وكان حضره وقتها رئيس الوزراء الأسبق اللي هو العطاس، أبو بكر العطاس. ثم في الإدارة نفسها عملنا على إقامة ندوة في غاية الأهمية، أول ندوة وآخر ندوة تتعلق بالخطاب الإعلامي ودور الدبلوماسية اليمنية. هذه الندوة حضرها كوكبة من الأساتذة من الجامعة اليمنية من جامعة صنعاء، ومتخصصين في هذا المجال من وزارة الإعلام ومن وزارة أخرى، وعقدت لمدة 3 أيام، وصدرت عنها دراسة وملاحظات وتوصيات يعني رفعت إلى قيادة الوزارة، وكان أيضا حضور وزارة الإعلام موجود معنا، وعممت كل الدراسات والنتائج التي أسفرت عن الندوة الإعلامية، ندوة الخطاب الإعلامي ودور الدبلوماسية اليمنية على كل السفارات، كل البعثات اليمنية وكذلك في الداخل. وحقيقة لها كان لها صدى جيدا، وأقول أكاد أقول رائعا، في لأن الأول مرة قلت لك وآخر مرة، وما زالت وثائقها موجودة إلى الآن، هذه الوثائق التي صدرت عنها. لكن الإشكالية حقيقة اللي حصلت أنه ما في متابعة لمثل هذا الحدث الهام، ما في متابعة وما في استمرارية. إذا مثلا أنا تركت الإدارة أو جاء شخص آخر يتابع هذه الأمور، والقيادة نفسها تتابع هذه القيادة، أقصد وزارة الخارجية، أقصد شيء ثاني. وبالفعل كانت الإدارة عبارة عن خلية نحل شغالة في هذا المجال، سواء كان في متابعة ما ينشر عن الجمهورية اليمنية أو ما ينشر داخل الجمهورية اليمنية ويعمم على السفارات في الخارج في برقية الخبرية اليومية التي تروح إلى هناك. هذه المحطة أنا أعتز بها كثيرا، ولعبت فيها دور مع زملائي الآخرين الذين كانوا معي، ودورا بالفعل مميزا وواضحا وبارزا. وكنا نتمنى أنه هذه الأشياء التي خرجنا بها تطبق بالفعل ويحصل الالتزام بها، لكن نعمل ذلك مستقبلا. في عام 94 عينت أنا قائم بأعمال يعني كامل الصلاحية في رومانيا، وحملت معي رسالة من وزير الخارجية إلى وزير الخارجية الروماني وسلمته، قائم بالأعمال بالأصالة مش بالنيابة، بالأصالة. وكانت كانت العلاقات جيدة، بدأت العلاقات في 57 تقريبا، طبعا الجنوبيين هم بدأوها في 57، فكان في أعداد كبيرة من الطلبة، أعداد كبيرة من الطلبة هناك في مجالات متخصصة عديدة، وهذه المشكلة الأساسية التي واجهتنا في رومانيا. عندما يتأخر استحقاق الطلبة أو يتأخر رسوم الطلاب تشكل مشكلة. وورثنا من اللي قبلنا ديون متراكمة على البعثة لصالح الجامعات الرومانية، الجامعات الرومانية، وبالتالي يعني لدرجة أن ما حول من استحقاقات في سنة 94 دفع كله لصالح الجامعات الرومانية، ولم يبقى منه إلا الجزء اليسير الذي يغطي نفقات تلك السنة، يغطي. فكان بالفعل إشكالية كبيرة مما كان يدفع الأخوان الطلاب إلى احتلال السفارة، يعتقدوا أن هناك تقصير من السفارة، وتقصير مش من السفارة، من الجهة الباعثة، الجهة اللي كانت تبعث. وما تغلب بعد فترة طويلة تغلبنا على هذه الحالة الموجودة كانت بالنسبة للطلاب. وطبعا لأنه عندما وصلت عملت أسلوب معين، أنه أخذنا الأسماء حق الطلاب كلهم وبلغنا
الجامعات الرومانية بأنه السفارة معنية بحقوق و يعني الأشياء التي على الطلاب للجامعات الرومانية، وبالتالي دخلوا في الدراسة، لكن كانت تتأخر الاستحقاقات ولا تفي بالديون السابقة، وهذا اللي شكل إشكالية بالنسبة للطلاب اللي فهموها غلط، كان دائما يعني يصلوا يعني يحتلوا السفارة، وبالتالي في الأخير اضطرينا أنه نستعين بالجهات الرومانية وانتهت الإشكالية هنا. فكانت هذه العلاقات الرومانية اليمنية كانت بالجمهورية اليمنية كانت علاقات جيدة في مجال طبعا في القطاع الخاص بيشتغل كذلك، كان كما مثلا في إيطاليا القطاع الخاص يشتغل، القطاع الخاص في تشيكوسلوفاكيا يشتغل يعني يشتري أشياء ووردها إلى اليمن، فكان القطاع الخاص في رومانيا أيضا نفس الدور. و تتمركز كما قلت لك العلاقات في المجال الثقافي بدرجة أساسية وفي مجال اقتصادي، وكان عندهم استعداد لتطوير هذه العلاقات، عندهم استعداد لتطوير هذه العلاقات، بدليل أن الأخ وزير الخارجية وقتها الدكتور عبد الكريم الرياني استطعنا أن نحصل على موافقة الجانب الروماني بأن يزور رومانيا، وزار رومانيا بالفعل، وكان مفترض تترتب على هذه الزيارة أشياء أخرى يعني لتطوير العلاقات الثنائية، لكن الظروف شاءت شيء ثاني. في عام 94 في الحرب أنا كنت حقيقة ضد الحرب، أنا أقولها بصراحة أنه لا 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 الحرب بين الأخوة مسألة لها انعكاسات خطيرة جدا، ولكن الأجواء كان كلها مشحونة بهذا الشكل، الأخوان الجنوبيين يروحوا يجلسوا في المناطق الجنوبية والأخوان في الشمال نفس القضية، فكنت أنا ضد، أنا كنت رئيس الدار الإعلامية كنت ضد الحرب حتى أعلن الانفصال، انتهى الإشكال وقتها إذا كلفت أنا بالحرب سأحارب من أجل الوحدة، من أجل الوحدة. فكانت هذه بالفعل ذلك العام كان عاما انتصرت فيها الوحدة، لأن الوحدة لا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، تحققت الوحدة، الناس ناضلوا من أجل هذا الشيء وقدموا رؤوسهم وقتلوا وتعذبوا من أجل أن يلتحم اليمن، ثم نأتي نفكفك اليمن من جديد؟ هذه مسألة غير مقبولة على الإطلاق، أي عاقل يمني يقبل هذا الشيء بأي حال من الأحوال. ثم بعدها عينت أنا في رومانيا بعد هذه الإشكالية، بعد ما تم الانتصار للحق والانتصار للوحدة ويعني تأكدت الوحدة بشكل كامل. يتمركز الدور الدبلوماسي بعد حرب 94 على أمور عديدة، منها أن هذه الحرب كانت مشروعة في حالة أن هناك رفض للوحدة وعودة باليمن إلى الوراء، وهذا دور مهم جدا لشرح هذه الأمور سواء كان السلك الدبلوماسي أو دولة الاعتماد. الشيء الثاني أن هذه الحرب كلفت اليمن كثيرا، ولكن من أجل أن تظل الوحدة بصورة مستمرة ودائمة كلفت اليمن كثيرا ماديا وبشريا لأسباب ما كان ينبغي أن تحدث، لأسباب ما كان ينبغي أن تحدث، وبالتالي لابد أن تنشط الدبلوماسية اليمنية في الخارج لتعميق التواصل مع دول الاعتماد وشرح وضعهم في الصورة كاملة وإعطاء حقائق عما هو عايش في اليمن، وأن الأمور انتهت بانتهاء هذه الحرب وعادت الأمور إلى مجارها الطبيعي. عينت في العام 99 مديرا عاما للإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وهي إدارة جديدة قديمة جديدة في وزارة الخارجية بعد الوحدة، وبدأنا فيها بغرفة واحدة في وزارة الخارجية وتوسعت ووضعنا نظاما متكاملا لمهام هذه الإدارة، وكان قد صدر طبعا قرار من مجلس الوزراء بمهام هذه الإدارة مش إلا في وزارة الخارجية، في الوزارات كلها، وهي إدارة في غاية الأهمية للأمانة، يعني إذا ما فعلت هذه الإدارة ستلعب يعني دورا رقابيا مميزا، لأنه من اختصاصاتها أنه لا يجوز لأي مسؤول مالي في وزارة الخارجية
مهما على منصبه ما عدا وزير الخارجية أن يوقع على شيك أو قضية مالية إلا بعد موافقة الإدارة. إلا أن محصلة صح التعبير المساحة التي أعطيت لها من مهما كان متواضعا، ولكن أنشأت هذه الإدارة واستمرت في عملها. أبرز مهام الرقابة الإدارية والمالية سواء كان في الداخل أو في الخارج على البعثات كلها، رقابة مالية وإدارية. ماذا تعمل البعثات؟ هل هي بعثات نشطة في مجالها الدبلوماسي، في علاقاتها مع الدول دولة الاعتماد، في علاقاتها مع مكونات دولة الاعتماد، من أحزاب ومن حركات اجتماعية لها دور وتأثير على السياسة الخارجية والداخلية في دولة الاعتماد؟ ماذا قدمت للجمهورية اليمنية في من هذه العلاقة الموجودة في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي؟ وفي نفس الوقت هل هي تتقيد بالنظم المالية المعمول بها في الجمهورية اليمنية في وزارة الخارجية ووزارة المالية أم لا تتقيد بها؟ وكذلك في الداخل سواء كان بالنسبة للمشتريات أو غيرها. وقدمنا تقارير في هذا المجال، وكان وقتها رئيس الوزراء الأستاذ باي جمال، وكان أيضا في وقت بداية الوحدة كان موجود عندنا الأخ رئيس الوزراء الحالي. في عام 2002 عينت سفيرا ومفوضا فوق العادة في لدى جمهورية كوبا، والعلاقات بين الجمهورية اليمنية وجمهورية كوبا بدأت مع المحافظات الجنوبية، مع اليمن الديمقراطية صح التعبير، وبعد الوحدة أصبحت من مهام الجمهورية اليمنية. والعلاقات مع جمهورية كوبا لها طبيعة خاصة في مجالين أساسيين: المجال الثقافي هو وجود طلاب يدرسون، وكان يقدم منح هي في حدود 5 منح إلى 10 منح مجانا يدرسون على حساب الحكومة الكوبية. وفي المجال الطب هناك عدد كبير من الأطباء يعملون في الجمهورية اليمنية، سواء كان في المستشفى العسكري بصنعاء أو المستشفى العسكري بعدن أو في جامعة حضرموت أو حتى في جامعة ذمار، يشتغلون كأساتذة. ولهم دور أيضا قبل الوحدة في إنشاء كلية الطب في عدن للكوبيين، لهم هذا الدور، وهم كانوا مؤيدين للوحدة ولم يقفوا بأي حال من الأحوال مع الانفصال جمهوريتكم. هذه حقيقة يجب أن نترى. العلاقات مع كوبا كانت جيدة جدا في الوقت الذي أنا كنت سفيرا فيه في هذه المجالات، وكانت هناك عندنا لجنة مشتركة مرة تعقد اجتماعاتها في صنعاء ومرة تعقد اجتماعاتها في هافانا، وهذه اللجنة تتناول مختلف جوانب العلاقة الثنائية، حتى الرياضة تدخل في طرها الجانب السياسي والاقتصادي. لكن الإشكالية في أي علاقة بين دولة بين اليمن مثلا أو أي دولة ودولة أخرى، إذا لم يكن هناك متابعة وإذا لم تشكل لجنة للمتابعة من الوزارة الخارجية ومن الوزارة الأخرى ذات العلاقة والصلة بدولة الاعتماد، وماذا تحقق من اجتماع اللجنة المشتركة والالتزامات اللي في اللجنة المتقابلة سواء علينا أو عليهم، ماذا تحقق عندهم ماذا تحقق عندنا؟ إذا لم تكن هذه الروحية موجودة تصبح الاجتماعات مفرغة، ليست لها نتائج حقيقية على الأرض إلا في مجالين أساسيين اللي هو مجال التعليم الوجود الطلبة في هافانا ومجال المجال الصحي. فأنا أؤكد لك أن العلاقات مع كوبا في ذلك الوقت كانت علاقات ممتازة ومتميزة في مختلف المجالات، وكان الكوبيين عندهم استعداد كامل لتطوير هذه العلاقة للأمانة. الكوبيين من أنشط يعني الوزارة الخارجية الكوبية من أنشط الوزارات في علاقاتها الكونية، ويعني عندهم عناصر على مستوى المسؤولية في تحمل المسؤولية تقوم بالنسبة لعلاقتهم مع الدول الأخرى.
بلد يعني سكانه 11 مليون، هو تقريبا 110 ألف كيلومتر مربع، تطور جدا كثيرا في المجال الصحي، تطور كثير في التعليم في المجال الصحي. يعني دول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل مثل فنزويلا مثل إلى آخره تدرس عندهم، فعندهم جامعة هناك أنشوها لهذا الأمريكا اللاتينية. طبعا إمكاناتهم محدودة. الآن بدأ يحصلوا على قضية البنزين والغاز، إمكاناتهم محدودة. دولة طبعا كل ما هو موجود في كوبا يعني يأتمر بأمرها، يعني صح التعبير اشتراكية الدولة أو رأسمالية الدولة، رأسمالية الدولة وما فيش اشتراكية بمعنى المفهوم الاشتراكي، ولكن رأسمالية الدولة عندهم نظام جاد مستقر، يعني يواجه الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يستطيعوا يأثر عليهم. طبعا في توازنات دولية ساعدت على هذا الرجل، لكن في صلابة في الداخل. لا تعتقد أن كل الكوبيين مؤيدين للحكومة الكوبية، لا، يمكن 10%، والباقي يعني يحتاجوا حياة أخرى، يحتاجوا فتاه آخر يشاركوا يعني بالأعمال الحرة، بالتجارة الحرة إلى آخره. فكانت محطة مهمة وجيدة بالنسبة لي وبالنسبة لي. هذه الصورة أخذت في شهر يوليو عام 1968 بعد التخرج مباشرة، يعني انتهت الدراسة في يوليو، وبالتالي هذه الصورة في جامعة بغداد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية. تلك المرحلة الجميلة في أيام الدراسة كانت تمر بالنشاط الثقافي والسياسي، وفي هذه الفترة كان فيها أنا ذهبت إلى بغداد ضمن إطار 10 طلاب، نصفهم من المحافظات الجنوبية والنصف الآخر من المحافظات الشمالية، وكان هناك في بغداد رابطة تجمع الجميع من المحافظات الجنوبية ومن المحافظات الشمالية، وطبعا في المنح حقنا حكوميه، كان وقتها الرئيس الوزراء المرحوم اللواء حمود الجائفي، وكان ايضا هناك منح تقدم لبعض المنظمات الحزبيه، يعني مثل الرابطه، مثل نقابات العمال في عدن، مثل اتحاد الشعب او شيء من هذا القبيل، ولكن نعم حزب البعث ايضا، نعم، والجبهه القوميه. فبالتالي كانت كل الأطياف الأبناء الوطن اليمني الواحد في منظمة طلابية واحدة. هذه الصورة أخذت في الصين في عام 1972 عندما ترأس الأستاذ محسن العيني وفد الجمهورية اليمنية العربية اليمنية في زيارة رسمية دولة، زيارة دولة إلى الصين وجمهورية كوبا، جمهورية كوريا الشمالية، وأيضا الاتحاد السوفيتي، وكانت زيارة في غاية الأهمية لأنه أعطت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية الصين، وكذلك مع كوريا. هذه الصورة أخذت في كوريا، وهذا النهر يشق العاصمة الكورية بيونغ يانغ، وأخذت في نفس الزيارة التي كان فيها الأستاذ محسن العيني، ولكن ليست في المنطقة التي زرنا فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم إيل سونغ، وقتها كيم إيل سونغ في منطقة بعيدة ذهبنا إليها بالطائرات. وأيضا في ذلك الوقت تطورت العلاقات اليمنية الكورية الشمالية إلى مستويات جيدة. يظهر في الصورة مجموعة من
الوزراء منهم أتذكر مجاهد أبو شوارب، ومنهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني، ومنهم وزير الزراعة لا أتذكر اسمه الآن، ووزير الصحة أيضا موجود في الصورة. هذه الصورة أخذت في عاصمة اليونان عندما قدم الأستاذ عبد الله بركات أوراق اعتمادي كسفير غير مقيم في جمهورية اليونان. هذا في مؤتمر من مؤتمرات منظمة الأمم المتحدة الفاو، والذي حضرته ممثلا لسفارة الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى مندوب الدائم لدى منظمة الفاو، والتي نوقشت فيه بنود عديدة متعلقة بالزراعة في الكون. هذه صورة التقطت مع الزعيم الكوبي فيديل كاسترو في سفارة دولة قطر، لأنه في العادة هو لا تقدم إليه أوراق الاعتماد، وإنما تقدم أوراق الاعتماد إلى مندوب منه في الحكومة الكوبية. هذه الصورة عندما حلفت اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح سفيرا للجمهورية اليمنية